من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. في الحقيقة إن المشاكل التي يواجه بها المسلمون وخاصة في العراق السبب الأساسي فيها هو الابتعاد عن أحكام الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا ابتعد عن أحكام الله وعن السنن التي جعلها الله عز وجل في الكون فإن هذا الإنسان يصاب بالمشاكل. وفي القرآن الكريم الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هو القرآن، الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك الضنك يعني الصعوبة، فإن له معيشة صعبة هذه في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإعراض عن الذكر يسبب صعوبة العيش. الآن المشاكل التي نحن نواجه بها هذه بسبب أن أكثر المسلمين أعرضوا عن الذكر، يعني أعرضوا عن القرآن، أعرضوا عن أحكام القرآن، أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أعرضوا عن أهل البيت، أعرضوا عن سنة الرسول وسيرة الأئمة المعصومين. ومن الطبيعي أن الإعراض يسبب المشاكل، ونحن إذا أردنا أن نتخلص من هذه المشاكل ينبغي علينا أن نعود إلى الذكر، لأن الله عز وجل في القرآن يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إذا نحن لم نغير فالله عز وجل لا يغير، وهذه سنة من سنن الله عز وجل. الآن الله عز وجل بلطفه وكرمه أزال الطاغية، وحقيقة إزالة الطاغية من العراق هذا كان من لطف الله عز وجل. البعض هذا الشيء سجله بأنه مثلا هذا إنجاز أمريكي، ونحن نتصور أنه ليس إنجازا أمريكيا وإنما إرادة الله عز وجل. ودخول الأمريكان للعراق كان بضررهم وهم متندمين على هذا العمل. فعلى كل حال هذا الله عز وجل أراد أن يزيل الطاغية بعد عقود سوداء مظلمة على العراق. في هذه العقود قتل من قتل، وانتهك عرض من انتهك عرضه، وسفر من سفر، وسجن من سجن، وأقصي من أقصي. على كل حال
وفقد من فقد بالملايين، وكل بيت فيه مأساة ومأساة. فالله عز وجل حينما أذن بزوال هذا الطاغية، نحن ينبغي علينا أن نستفيد من هذه الفرصة التي الله عز وجل أعطاها لنا لنغير ما بأنفسنا حتى في المستقبل يكون لنا مستقبل مشرق. إذا نحن لم نغير ما بأنفسنا سيكون المستقبل لا سمح الله مستقبلا مظلما أيضا. وصدام مو أول طاغوت حكم العراق، قبل طواغيت كانوا في زمان بني أمية، في زمان بني العباس المتوكل، ما أدري يزيد بن معاوية، نفس معاوية، على كل حال مجموعة أخرى من بني العباس، بني عثمان أيضا، مجموعة من ظلام السلاجقة وغيرهم، يعني أكو ظلام بس ما لحقوا إلى صدام، ولكن بالنتيجة تكرروا كل مرة بشكل أو بشكل آخر. إذا إحنا المشكلة ما حليناها من جذورها لا سمح الله في المستقبل راح يتكرر صدام ولكن بشكل آخر. ولكن إذا غيرنا من أنفسنا وحاولنا أن نحل المشكلة من جذرها، الله عز وجل أيضا يغير ما بنا من مشاكل. فعموما هذه مسألة جدا جدا مهمة، وجذر المسألة. إحنا الآن نواجه في العراق بغزو ثقافي، لأنه الاستعمار وخاصة الاستعمار الأمريكي يركز على تغيير عقول الناس وخاصة الشباب، وله الإمكانيات الهائلة، الإمكانيات المالية الهائلة، الإمكانيات العسكرية، الإمكانيات الإعلامية. شوفون أكو مئات بل ألوف القنوات الفضائية والإذاعية، هذه 99% منها على كل حال تبث الثقافة الغربية خاصة الثقافة الأمريكية، فإلى إمكانات جدا هائلة. بعدين هم ناس مخططين، يعني مو بالفوضى والقوترة يشتغلون، وإنما هناك تخطيط من سنوات. يعني الاحتلال العراق هذا من قبل 30 سنة مخططين إلى أن وصلوا إلى هذه النتيجة. فعلى كل حال فأنت مقابلك ناس عندهم إمكانيات هائلة جدا، إمكانيات مادية وقوة عسكرية. فذول إذا إحنا بالأسلوب المناسب ما قابلنا عملهم، فإنه المشكلة راح تتكرر، خاصة أنه الشباب عناصر بسرعة ينخدعون، فلعله يخدع بسرعة، وخاصة أنه إغراءات مالية وشهوانية موجودة في القضية. فإحنا التغيير ما بأنفسنا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول تركيز الثقافة الدينية. تعلمون أن النظام السابق أغلق روافد الثقافة على الشعب العراقي 30 سنة، 35 سنة، فالعلماء والمثقفون إما في السجون أو في القبور أو في المهاجر أو على أحسن الفروض قاعد ببيته ما يتكلم، يتكلم كلام مصير السجن والقتل أو أن يفقد. فلذا 35 سنة ربى جيلان من الناس بدون أن يرفدوا بالثقافة الدينية. فأكثر الناس يحبون الدين ويريدون تطبيق الدين، ولكن أيضا أكثر الناس لا يعرفون الدين. يعني أبسط الأمور الصلاة، عندما تسأل من أكثر الناس شنو هي شرائط الصلاة، شنو هي مبطلات الصلاة، شنو هي كيفية الصلاة، قد لا يعرفون كثير من الأحكام الشرعية، ما بالك بالنسبة إلى الزكاة، بالنسبة إلى المعاملات، شنو هو الربا مثلا، كيف يتعامل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، الأب مع ابنه، الابن مع أبوه، زين مع العشيرة، مع الأقرباء، مع الأصدقاء، شلون تبيع، شلون تشتري، شلون ترهن، شلون تأجر. هذه كلها مسائل شرعية موجودة وموجودة في الرسائل العملية أيضا والكتب الفقهية، زين، لكن الكتب كانت ممنوعة. فأكثر الناس على رغم أنه يحب الدين وهو متدين، ولكن لا يعرف كثيرا من مسائل الشرع. أنا شايف في حرم الإمام الحسين كثير من الناس يجون يصلون، وهو رجل متدين وجاي للزيارة وجاي دا يصلي يعني، ولكن مع ذلك كنت أرى أن صلاته باطلة. ليش؟ لأنه ما يعرف
بعض المسائل الشرعية المتعلقة بالصلاة. لو هو كان يعرف كان يطبقها لأنه هو متدين جاي يصلي، ولكن الثقافة الدينية بسبب ممارسة النظام السابق اللي أغلق روافد الثقافة الدينية ضعيفة. نحتاج إلى أنه نشتغل في هذا المجال، وأن كل واحد من عندنا، لأن هاي مسؤولية الجميع، البعض يقول هاي مسؤولية المراجع، أو البعض يقول هاي مسؤولية الأحزاب السياسية، أو البعض يقول هذه مسؤولية مثلا شيوخ العشائر. لا، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد راعي. شلون الراعي اللي عنده أغنام دائما يدير بال على هاي الأغنام؟ إذا فد مثلا فد خروف أو فد غنم كذا طلع برا من القطيع يرجعه، ملتفت أنه لا يجي ذيب مثلا، إذا أجي ذيب شلون يقابله؟ فالرسول صلى الله عليه وآله يقول كل واحد منكم حكم الراعي. كل واحد لازم يلتفت إذا شاف هناك انحراف، إذا شاف هناك مشكلة، يحاول أن بمقدار استطاعته يساهم في حل ذلك الانحراف وفي تلك المشكلة. هاي مسؤولية الجميع أن ينشروا الثقافة الدينية. أولا الإنسان هو يتعلم مسائل الشرع، الشيء الثاني يعلمها للآخرين. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية هذه مسألة جدا مهمة، الثقافة السياسية. الإنسان لازم يكون أيضا مثقف بالثقافة السياسية. مو مقصودنا أنه هو يكون سياسي، لا، ولكن يعرف السياسة حتى شنو، حتى لا ينخدع، لا يتقشمر، يعرف ما يدور حوله. ليش؟ لأن الإنسان الذي لا يعرف ما يدور حوله قد ينخدع. زين، زمان الشيوعيين فد رجل فلاح كان صاير شيوعي في كربلاء، في إحدى قرى كربلاء. قالوا له أنت ليش صاير شيوعي؟ قال لأنه قايل لي إذا أنت صرت شيوعي دجاجتك بدل ما تبيض بيضة واحدة باليوم تبيض بيضتين، ومصدق بكل عقله بهذه القضية. هسه هذا مثال الكل يفهمه أنه هذا الإنسان مخدوع، ولكن أكو خدع تنطلي على كثير من الناس. فإذا الإنسان ما يفهم السياسة راح ينخدع. يمكن مو معنى أنه هو يروح يصير سياسي، لا، بس يفهم ما يدور حوله، يفهم أنه شنو دا تصير مخططات وشنو برامج. لأن الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. اللوابس جمع لابسة. اللابسة شنو هي؟ يعني الباطل الذي يلبس لباس الحق، الذي يلتبس على الإنسان، يشتبه على الإنسان. إذا واحد يعرف زمانه هذا ما راح ينخدع. أنتوا إذا تلاحظون في معركة صفين، جيش الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عدده بمقدار نصف جيش معاوية. جيش معاوية تقريبا كان 120 ألف واحد، وجيش الإمام أمير المؤمنين كان 60 ألف واحد. هذا ابن أبي الحديد في شرح لنهج البلاغة ينقل أنه قبل بدء الحرب عمرو بن العاص راد يشوف الوضع شلون، أنه يقدرون يقابلون جيش الإمام لو لا، صعد على تلة حتى أشرف على كل جيش الإمام، فاستقل هذا الجيش. يعني شاف قليل، 60 ألف واحد مقابل 120 ألف واحد، ولهم العدد والعدة. ولكن لأنه خطط الإمام عليه الصلاة والسلام، خطط الحربية كانت خطط صحيحة 100%، جيش الإمام على رغم قلة عدده كاد أن ينتصر على جيش معاوية. بس شنو خرب هذا النصر؟ يعني خطوات، حتى أنه في التاريخ موجود أن معاوية ركب على الفرس، على حصانه ركب، ووضع رجله في الركاب حتى ينهزم. خلاص يعني إلى المرحلة الأخيرة وصلت، ومالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وصل خطوات من وفسطاط معاوية، يعني المقر العسكري، القيادة العامة. شنو اللي خرب هذا النصر؟ اللي بعدين بتخريب هذا النصر سبب أنه الإمام عليه السلام يقتل بعد ذلك بيد الخوارج، وبعد ذلك معاوية يسيطر على العالم الإسلامي، وحكم بني أمية يطول 80 سنة، وإلى الآن إحنا نعاني من ذيش المشكلة. شنو السبب؟ أن مجموعة من جيش الإمام انخدعوا. هناك كانت خطة وخدعة من معاوية، رفعوا المصاحف على الرماح أنه
نرجع إلى حكم الله، إحنا مسلمين أنتم مسلمين، نرجع إلى حكم الله عز وجل. فمجموعة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما افتهموا أنه هاي خدعة. الإمام قال لهم هاي خدعة، لأنه ذولا إذا كانوا يريدون يحكمون كتاب الله القرآن قبل القتال كانوا يحكمون، مو أنه بعد ما آلاف مؤلفة من الناس انقتلوا والآن في حال الهزيمة حتى يخلص من الهزيمة يريد يحكم كتاب الله عز وجل، لكن انخدعوا. يعني ما كان عندهم معرفة سياسية إن صح التعبير، مع أن بعضهم كانوا قراء القرآن. فأجوا هددوا الإمام، إما نتوقف الحرب إما نقتلك. آلاف مؤلفة كانوا. زين، الإمام مضطر أن يوقف القتال. دز خبر المالك الأشتر أنه ارجع. مالك الأشتر قال ها يعني خطوات بمقدار رمية قوس، يعني الإنسان لما يرمي القوس إيش قد؟ أفرض مثلا 10 أمتار 20 متر. فالإمام قال له أنه ارجع، لأنه أنت تقتل معاوية وإمامك مقتول أحسن لك، لو إمامك يبقى حي هذول يقتلون الإمام عليه الصلاة والسلام. خلاص، فعدم فهم سياسي سبب أنه إحنا 1400 سنة مبتلين بمشكلة. الآن هم إحنا ما نقول أنه كل الناس يصيرون سياسيين، ولكن ينبغي علينا أن نعرف ما يدور حولنا. إذا عرفنا ما يدور حولنا زين، العلم هو نور، المعرفة هي نور، أكبر مخطط استعماري ما راح يقدر يأثر، لأن الاستعمار البيئة اللي ينمو بيها جهل. إذا كان جهل الاستعمار ينمو، إذا ما كان جهل الاستعمار ما يقدر يسوي شيء. مثل الماء الآسن، الماء الآسن الموجود هذا بيئة مناسبة لنمو البعوض. زين، لما الماء راكد آسن زين يتعفن هذا الماء يصير مركز لتوليد البعوض البق. زين، بس إذا هذا الماء كان جاري ما يصير. الجهل هو البيئة المناسبة لنمو الاستعمار. إذا أكو معرفة، إذا أكو علم، أكبر مخطط استعماري راح يفشل، ما عنده بيئة مناسبة لكي يؤثر أثره. فإحنا ينبغي علينا أن نتسلح بالثقافة الدينية وأن نسلح الآخرين بهذه الثقافة. الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. زين، إذا واحد كان عنده علم سواء كان هو من العلماء أو من المتعلمين، وأيضا يكون عنده ثقافة زمنية يعرف ما يجري حوله. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية بالنسبة إلى وضع العراق، الآن وضع حساس جدا. كما تعلمون أن الشيعة في العراق يعني كان هناك اضطهاد كبير عليهم من قبل 1400 سنة إلى يومك هذا. فترة قصيرة صار حكم شيعي، البويهيين حكموا العراق، وهذا كان العصر الذهبي في العراق من حيث العلم والعمران. ولكن فترة قصيرة حكموا، وبعدين السلاجقة اجوا وقضوا على الحكم البويهي واحرقوا مكتبة الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي اضطر انه يروح للنجف الاشرف، والقضايا معروفة، وقتلوا قسم كبير من الشيعة واحرقوا مجالسهم وامثال ذلك. هاي فترة قصيرة، يمكن أنفت فترة 25 سنة أو 35 سنة أيضا كان الحكم الصفوي موجود في العراق وبعض الدويلات الشيعية القصيرة. بس بشكل عام 1400 سنة الشيعة كانوا محكومين في العراق وكان يضطهدون أشد اضطهاد. بس واحد يحكمك مو من دينك أو مو من مذهبك بس ما يضطهدك مو مشكلة، لكن كانوا مضطهدين أشد الاضطهاد. الآن باعتبار أن الشيعة هم الأكثرية الساحقة في العراق، الأكثرية المطلقة في العراق، الشيعة العرب يبلغ عددهم 65%، الشيعة العرب فقط، إذا أضفت إليهم الأكراد الفيلية وأضفت إليهم التركمان الشيعة وأضفت إليهم ذول الشبك اللي هم بين الموصل وأربيل، مجموعة 50-60 قرية ذول هم شيعة من قومية تسمى الشبك، يمكن شايفين بعضهم. فالشيعة يبلغون يمكن إلى حد 80% من مجموع الشعب العراقي. السنة العرب في العراق حوالي 10% مو أكثر، حسب إحصاء وزارة التجارة حسب بطاقات التموين يقولون 20%، بس هاي إحصائية مو دقيقة. ليش؟ لأنه كثير من الشيعة حوالي 5 ملايين من الشيعة أو 4 ملايين من الشيعة كانوا خارج العراق ما محسوبين ضمن الإحصاء بطاقة التموين.
بعدين بعض الشيعة كانوا محرومين من بطاقات التموين لظروف سياسية مثل جماعة الأهوار وغيرهم. وبعد ذلك أنه السنة لأنه كانوا أصحاب سلطة في العراق كثير منهم أكثر من بطاقة عنده، لأنه يبل وساطات وأمثال ذلك، عنده 2 3 4 بعضهم 5 عندهم هسه بعض الضباط. فمع ذلك يعني مع أنه 4-5 ملايين شيعي ما محسوبين لأنه بالخارج كانوا، بعض الشيعة في الداخل مثل الجماعة الأهوار كذا هم ما محسوبين، ومع أنه كثير من السنة عنده أكثر من بطاقة مع ذلك يقولون 20%، بس هو في الواقع 10%. لولا كانوا يحكمون العراق سنوات طوال ويعتبرون العراق طعم لهم، ملك شخصي لهم، يتصرفون كما يشاءون، وكانوا يحاربون الشيعة أشد المحاربة. يعني الحوزات العلمية، حوزة النجف أهم حوزة علمية شيعية، فلشوها بشكل كامل إلا القليل، بعض العلماء بقوا بالقوة حافظوا على هذا المقدار المتبقي. كانت حوزة النجف 12,000 واحد فيها أول مجيء حزب البعث، أواخره 500 نفر كانوا مثلا، وذولا كلهم هم في خوف وفي ارتجاف كذا، وكل يوم يعدمون مجموعة منهم. المراقد الشيعية، زوار الإمام الحسين، زوار أمير المؤمنين كذا، محاربة. المدن الشيعية محاربة، فعلوا ما فعلوا، والله عز وجل يحاسبهم على فعلهم. إحنا المفروض علينا أنه في هذا الوقت أن نتكاتف حتى لا يرجع هذا الظلم علينا. إحنا ما نريد نظلم أحد، السنة لهم حق، إحنا نعطيهم حقهم، ما عندنا مانع، بل الشرع يأمرنا بأن تعطي كل ذي حق حقه. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: لو قاتل أبي الحسين استأمنني على السيف الذي قتل به الحسين لأرجعته له، لأن هذا قاتل الحسين إذا عند السيف ملكه، هذا أمانة كان عندي، إذا حق أنا أرجع له حتى لو قاتل والدي. إحنا ما نريد نظلم أحد، وكل واحد إلى حقه، لا نريد أن نظلم أحدا، ولكن في نفس الوقت لا نريد أن نظلم، ما نريد أنه واحد يظلمنا. ففي هذه الفترة ينبغي علينا أن نتعامل مع القضايا تعامل عقلاني مو تعامل عاطفي. زين، يعني أنتم تشوفون الآن مجموعة من الوهابيين جايين من خارج العراق، ذولا في معتقدهم أنه يجوز قتل أي رافضي أصلا، جاعلين يعني في الرواية موضوعة كذبا وافتراء الناس بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الرسول قال لعلي بن أبي طالب: سيأتي بعدي أقوام. هذا كذب، افتراء على رسول الله، بس ينقلوهم الآن في مواقعهم في الانترنت: سيأتي بعدي أقوام يقال لهم الرافضة، لو أدركتهم يا علي بن أبي طالب اقتلهم. ينسبوه إلى الرسول أنه دا يقول لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فعلى العموم، فبناء على ذلك بهذه العقلية أنه اقتل أي شيعي، مجموعة من فلول النظام البائد لأنه كانوا أصحاب مصالح وفلوس وسلطة وكذا، زين الآن فقدوا ذاك الشيء، أيضا التحقوا بهم، أيضا بعض السنة انخدعوا بهم أيضا باعتبار أن السنة كان يشوف نفسه يحكم كل العراق، الآن حسب تعبيرهم إحنا مهمشين، مع أنه الأمريكان أعطوا للسنة حصة أكثر من حقهم وأكثر من نسبتهم السكانية. يعني أخذوا من حصة الشيعة، طول الشيعة جقال 52% صحيح، والشيعة 80%، قول 65%، معنى ذلك أنه أخذوا من حصة الشيعة وطوها للسنة. يعني مع ذلك بس واحد كان يحكم 100% ما يقبل أنه يطول 20% ولو أكثر من حقه. فذول الآن متكالبين على الشيعة، تلاحظون من أول سقوط النظام لحد الآن السياسيون الذين قتلوا، الشخصيات السياسية زين، مجلس الحكم، غير مجلس الحكم، وزراء، وكلاء وزراء، أكو بيهم شيعة وأكو بيهم سنة، المقتولين بس من الشيعة صحيح لولا. بعدين رجال الدين أيضا المغتالين اللي يغتالوهم بدءا من سيد باقر الحكيم الله يرحمه، إلى الآن أي معمم بعد يلقفوه خلاص يقتل. حتى الناس العاديين، وتدرون بعد في زيارة أمير المؤمنين باللطيفية أخذوا مجموعة من الناس: سب علي بن أبي طالب لو نقتلك. زين، 25 واحد، ما 26 واحد ما استعدوا يسبون، قتلوهم. بس البقية تقية، لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: أما السب فسبوني، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة.
على كل حال ما يسب علي ابن أبي طالب يقتلوا، لأن الذول هم نفس الخوارج. الخوارج إذا واحد يشوف تاريخهم اللي خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نفس الأسلوب، يوقفون على الطريق يمر واحد يشوفه أنه هذا ما يسب علي ابن أبي طالب يقتله، حتى أنه ذاك من أصحاب الرسول، هم كان من أصحاب أمير المؤمنين، كان ديمر زين أخذوه قتلوه وزوجته وياه وهي حامل، فبقروا بطنها أصلا، شقوا بطنها وخرجوا الجنين من بطنها بهذه الكيفية. ذولا نفس ذولاك، ذولاك اللي حاربوا أمير المؤمنين ذولا هم نفس الشيء، وذولا هم نواصب يعني، خاصة الوهابيين يمكن ما يصرح زين، ولكن يعادون أمير المؤمنين أشد العداء. إن هذه علامة الرسول صلى الله عليه وآله قالها: لا يحبك يا علي إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. مستحيل فد واحد منافق يحب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، هذا أمر تكويني. ولا يحبك إلا مؤمن، فالذول نفس ذولك. إحنا شنو وظيفتنا وشنو مهمتنا؟ أولا إحنا لازم نقوي أنفسنا سياسيا ماليا عسكريا، لازم نقوي أنفسنا. يعني أبناء الشيعة يدخلون في الجيش، يدخلون في الشرطة، بس لا يرتكبون محرمات، هذا مهم، لأنه كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. أي مسؤولية يدخلون بها بس لا يرتكبون محرمات، لأن الشيعة لازم يقوون أنفسهم. فهذا الشيء الأول، تقوية أنفسنا، أن نقوي أنفسنا سياسيا ماليا عسكريا وأمثال ذلك. هذا الشيء الأول، لأن أنت عندما تكون قوي أحد يقدر يسوي مقابلك شيء، أما إذا كنت ضعيفا فيتكالبون عليك. تقوية، تقوية ثقافية، تقوية دينية من مختلف الجوانب. الشيء الثاني أن نتحد. اختلاف الآراء ما بي مشكلة، واحد رأيه آني ويا الشخص الثاني رأيه مختلف مو مشكلة. فقيه في مسألة شرعية يمكن يختلف رأيه عن فقيه آخر، هذا هم مو مشكلة. طبيب يختلف رأيه في مسألة طبية عن شخص آخر، مو مشكلة. لأن الإنسان عندما يتمرض يراجع إلى طبيب، الطبيب هذا يشخص بشكل والطبيب الثاني يشخص بشكل آخر، هذه هي سنة الحياة. الاختلاف الفكري سنة الحياة، ما بها أي مشكلة، ولكن لازم ليصير تناحر، لازم ليصير تسقيط. سياسة الاستعمار فرق تسد. إذا إحنا ما كنا قابلين للتفرقة، الاستعمار ما راح يقدر يسود علينا. يكون في قبل حوالي 60-70 سنة أو أكثر، هو عندما دخل الاستعمار البريطاني واحتل العراق قبل ثورة 20، كانت قريتان في العراق، فواحد من الأشخاص كان ينقل لأحد العلماء قضية، ذاك كان ناقل للوالد الله يرحمه هاي القضية، فكان يستفتي أحد العلماء، يقول في يوم من الأيام السفير البريطاني طلبني، طاني فتشيس، هذا التشيس مليء بالليرات الذهبية، 1000 ليرة ذهبية بي زين. قال لي أنت تروح إلى القرية الفلانية اللي تسكنها العشيرة الفلانية، تعطي لرئيس القرية هذا التشيس، وقل له أنه أنا هذا التشيس لقيته بالطريق، أعطيه، ويكون إعطائك له في الديوان حتى الناس يكونون موجودين. بعد ما أعطيت له، روح للقرية الثانية، روح في الديوانية لما الناس موجودين، قول رئيس القرية أو شيخ العشيرة مثلا أنه أنا لقيت فتشيس بالطريق ب1000 ليرة وعطيتها لفلان القرية الأولى، بس خلاص، وهذا من فلوس جائزة لك. يقول أنا هم رحت وبنفس الترتيب القرية الأولى أعطيت التشيس الليرات الذهبية رئيس القرية الأولى، وبعدين رحت إلى القرية الثانية هم نقلت القضية. يقول بس ما نقلت القضية للقرية الثانية، رئيس القرية قال ليش اعطيت له هذا الشيس من الفلوس، وهذا الشيس شيسنا وضايع من عدنا وكذا. يقول لم أخرج من القرية وإلا وقتال بدأ بين القريتين ومجموعة من الناس انقتلوا. هسه أنا تكليف الشرعي شنو؟ فرق تسود، هاي قضية وألف قضية من هاي القضايا. هسه إحنا إذا أفرض هاي القرية الثانية كانوا يعملون بالتكليف الشرعي، أنه إذا تشيس بالشارع واقع خو مو ملكنا زين، إحنا ليش نطالب بشيء اللي مو ملكنا؟ وبعدين حتى لو ملكنا، واحد يرجع ملكه بطريق القتال مثلا، لو بالطريق
مناسب؟ لعدم المعرفة بالمسألة الشرعية أو لعدم العمل بالمسألة الشرعية وللجهل صار قتال، والاستعمار البريطاني هم 80 سنة يتحكم بينا من ذاك الوقت إلى يوم صدام. زين، فإحنا المفروض علينا أنه المشاكل الداخلية نتركها جانبا حتى لو عندنا اختلافات. زين، اختلافاتنا كم بالمئة من المسائل؟ قول 10%، 90% من المسائل إحنا متفقين. فينبغي علينا أن نتناسى الخلافات ونكون صفا واحدا، كل واحد عنده رأي أهلا وسهلا خلي يبين رأيه، ماكو مشكلة، لأن الإسلام دين الحرية. الآية الشريفة تقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس معناه شنو؟ أنه جماعتان يختلفان في الفكر أو في الرأي أو في العمل يتنافسون، هذا الطريقة الإيجابية، مو يتناحرون واحد يقتل الشخص الثاني، كل واحد يحاول يقوي نفسه ونتفق. وخاصة أن الانتخابات على الأبواب، وهذه الانتخابات انتخابات مصيرية تحدد مصير العراق يمكن لمئات السنين، مو ليوم ولا يومين. عندما المسلمون ثاروا ضد بني أمية، أسقطوا بني أمية، جابوا بني العباس. بني العباس كم سنة حكمه؟ 500 سنة. غلطة صارت في ذاك الوقت، بدل ما يرجعون إلى آل البيت عليهم الصلاة والسلام رجعوا إلى بني العباس. 500 سنة ملك بني العباس دام. الآن هم إحنا ما ندري أنه هذا المصير العراق المستقبل إذا تقرر في هذه الانتخابات والدستور انكتب كم سنة يطول. لما صارت ثورة العشرين، بعد ثورة العشرين بريطانيين سووا حكم وأعطوا الحكم بيد السنة، طول 80 سنة. الآن المصير المستقبل العراقي تقرر كم 100 سنة يطول، ما ندري، العلم عند الله عز وجل. فينبغي علينا أنه نشارك مشاكرة كاس إيجابية ونتحد فيما بيننا. الشيء الثالث وهذا شيء مهم، أن ذول الوهابيين ذول الخوارج دي يعملون عملهم استفزاز، يقتلون من الشيعة ويذبحوهم وكذا وكذا، الأشياء اللي تعرفوها. إحنا لازم لنستفز، إحنا لازم عملنا يكون عمل في الهدف. كثير من الأحيان الإنسان الصبر والحكمة والحنكة تفيد أكثر من العاطفة. يقول قتل مني أنا هم أقتل منه. الآن هي أمريكا تريد تصير حرب داخلية في العراق، الاستعمار يريد تصير حرب داخلية في العراق. إحنا يجب أن لا نكون أدوات في هذا المخطط، ولو ذاك يعتدي علينا يقتل بينا. إحنا نحتاط نقوي أنفسنا سياسيا، نقوي أنفسنا دينيا، نقوي أنفسنا. أما أنه إحنا بعنوان الثار أو بأي عنوان آخر نروح نقتل بيهم بشكل عشوائي، هذا راح ينعكس سلبا علينا. ليش؟ لأنه هذا المخطط الاستعماري إحنا راح نوقع فيه. هذا الشيء الأول. في يوم السقيفة أبو سفيان أجي عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال لأمدد يدك لأبايعك. أبو سفيان يقول الإمام ما قبل. قال لزين أنت إذا تقبل أني أملأها المدينة خيلا وركبانا. راح عندي مجموعة من المسلحين كذا من القبائل العربية، أملأها ورجع الحكم إليك. الإمام ما قبل، راد يستفز الإمام. قرفت شعر جدا قبيح يستفز الإمام، يقول له أنت ذليل. هذا من الأشعار العربية المعروفة، ولا يقيم على ظيم، يعني على ظلم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. عير الحي يعني الحمار أجلكم الله، والوتد يعني البسمار. ولا يقيم على ظيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. هذا من الخسف يعني من الظلم والذل، مربوط برمته. أجلكم الله الحمار يربطوه، يشغله من الصبح إلى الليل، وبالليل هم يربطوه. وذا يشج فلا يرثي له أحد، وهذا البسمار هم يدقوه بالحائط. زين، وأي واحد ما يرثى له. هذا الشعر يمثل للشخص الذليل الذي لا يعمل شيئا. أبو سفيان يقول أنت مثل ذولا، يريد هالشكل يستفزه. ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام ما استفز. ليش؟ لأنه قال أنه هذا هدفه أبو سفيان، أنه يجيب الخيل والركاب، يجيب الجيش، يقتل أهل السقيفة، بعدين هم يقتلني أنا ويقتل المسلمين، خلاص يرجعها جاهلية. لكن عنده هدف آخر، هدفه أن يقضي على كلنا ويرجعها كما كانت جاهلية. فإحنا لازم لنستفز، لازم نحكم العقل. العقل يقتضي علينا أنه إحنا الآن نقوي أنفسنا، نشترك في المسألة السياسية،
شبابنا يدخلون في الجيش، يدخلون في الشرطة، زين يصير قوة للشيعة. ذاك الوقت هالحركات زين هذه تزول. صحيح الآن إذا تصبر تحمل شوية مصائب ومشاكل وشهداء وقتلى وكذا، ولكن تحكيم العقل معناه أنه أنت في المستقبل تكون مرتاح، بس شوية صبر. صبر يحتاج صبر، وأياما قليلة عقبتهم راحة طويلة كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال ينبغي علينا أولا الثقافة الدينية، هذه جدا مهمة. ثانيا الثقافة الزمنية السياسية جدا مهمة. الشيء الثالث أن لا نستفز، وأن نواجه ذول الوهابيين ذول القتلة كذا بأن نقوي أنفسنا وأن نثقف الناس. لأن كثير من السنة مساكين، يعني حقيقة كثير من السنة مو ما لهم خبث الشكل، يعني أبوه كان سني هو هم صاير سني. إذا واحد بين له وضح له، كثير منهم ناس منصفين، والناس المعاندون هم ناس أقلية. زين هذه فد مشكلة الآن، وهذه المشكلة راح تزول. إحنا بالنتيجة دول السنة هم إخواننا، إحنا ما نريد نظلمهم. بالنتيجة كثير منهم، كثير من العشائر العربية تشترك، بعضها سنة بعضها شيعة، بالنتيجة هم عراقيين. وعسى ولعل الله عز وجل يهديهم في المستقبل أو يهدي أبنائهم. يوم في معركة صفين كان هناك قتال، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قتل بسيفه 50 نفر تقريبا، وأحد أصحاب الإمام قتل بسيفه أيضا 50 نفر. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال لهذا أنه أنا أي واحد أريد أقتله أنظر إلى صلبه، أشوف إذا 7 أجيال بعد أكو واحد بيهم مؤمن ما قتله. هذا الآن صحيح هو الآن باغي ومن جماعة معاوية، يمكن ابنه أو حفيدة أو ابن حفيدة أو حفيد حفيدة إلى 7 أجيال. إذا واحد منهم أكو احتمال أنه يكون مؤمن، يعني يكون مؤمن أنا ما قتله حفظا لذاك المؤمن في صلبه، ولكن إذا لا هذا هو ونسله زين كلهم من المنافقين كذا، فبالقتال نقتله. لكن في القتال، فعلى كل حال مقصودي أنه ذولا يمكن هو هذا سني زين بس قابل للهداية. إذا هو مقابل للهداية ابنه حفيده، إذا إحنا بأخلاق إسلامية وبعمل إسلامي وبتعامل إسلامي معهم، حتى لو ظلمك بس أنت تتعامل مع تعامل إسلامي، تقوي نفسك وتتعامل مع تعامل إسلامي لعله تهدي. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء مو فقط الحر من جيش ابن زياد التحق إلى جيش الإمام عليه الصلاة والسلام أو معسكر الإمام، 30 نفر كانوا الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه واحد منهم، كان النفر الثاني والثالث والرابع والخامس إلى 30 نفر من جيش ابن زياد التحقوا إلى معسكر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. شنو السبب؟ السبب أخلاقيات الإمام. اليوم الأول عطاشا سقاهم الماء، وفي كل الأيام اللي كانوا في كربلاء وحتى في المقاتلة هو معتدي عليك، أنت تدافع عن نفسك. الإمام عليه الصلاة والسلام تعامل إنساني وإسلامي كان يتعامل معهم، فهذا السبب أنهم يهتدون. ذولاك في الجيش 30 واحد يهتدون، بعدين ملايين الناس في طول التاريخ أيضا اهتدوا بسبب أخلاق الإمام الحسين وأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فنحن يجب أن نتخلق بأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإمام أمير المؤمنين في يوم صفين، جيش معاوية سيطر على الماء، منع جيش الإمام، بعدين جيش الإمام سيطر على الماء، الإمام ما قبل منعهم من الماء. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يفتح الطائف حاصر الطائف، بس الطائف كانت قلعة مستحكمة 30 يوم تقريبا، الرسول محاصر الطائف والطائف ما تستسلم للرسول صلى الله عليه وآله. فواحد من الأصحاب قال أني أندال طريق الماي اللي يدخل إلى هذه القلعة، إذا هذا الطريق قطعناه يوم يبقون عطاشة يضطرون يستسلمون. الرسول ما وافق، قال هذا مو من الإنسانية أن تمنعهم من الماء، لأن عندهم نساء عندهم أطفال عندهم كذا زين عندهم شيوخ كبار في السن، ليش إحنا نمنعهم من الماء؟ بهذه الأخلاقية الرسول صلى الله عليه وآله تمكن من أن ينشر الإسلام في كل العالم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، هسه هو ظالمك بس أنت اعف عنه، واستغفر لهم، يعني اطلب من الله عز وجل أن يغفر ذنوبهم وأن يهديهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله.
فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نعمل عملا صحيحا جادا حتى يكون مستقبل العراق مستقبلا فيه الإيمان وفيه الحرية وفيه الرفاه وفيه السلام، وهذه المشاكل إن شاء الله تنتهي، والله عز وجل ينعم على ذرارينا أيضا بالأمن والأمان. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه عندما خذلوه قال جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة. إذا أنت كن مجاهد الله عز وجل يمكن أنت تكون في مشاكل، يمكن تقتل، يمكن يكون عندك مشاكل، لكن الله عز وجل يعز أبنائك وأحفادك وذريتك. إحنا الآن يمكن مشاكل العراق بهالسهولة ما تنتهي، ولكن إذا عملنا عملا صحيحا زين يمكن إحنا نشاهد، إذا إحنا هم ما شاهدنا أبنائنا أحفادنا يعيشون في أمن وأمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الفتاة.